مساء الخير، مرحبا بكم. اليوم حنا في لاغاليري ديال فندق ديوان، ومرحبا بكم في المعرض ديالي ديال رحله في ابواب البيوت العتيقه ديال مدينه الرباط. هاد المعرض هو نتيجه ديال واحد العمل ديال عامين ديال الصور فوتوغرافيه في زناقي ديال المدينه. حاولت في خلال السنتين اني نوثق هاد البيبان اللي نهار على نهار كيموتوا. فالهدف من هاد المعرض هو ان نحولوا هذا التراث المادي اللي هو الابواب، اللي هي من تراث معماري وفني وخشب وحديد، نحولوه لتراث فوتوغرافي باش يتوثق الاجيال القادمه. الفكرة ديال هذا المعرض انطلقت من دار الوان. دار الوان اللي هي جمعية عندنا في المقر ديالها كاين في سيدي فاتح، وهي كانت هي البوابة ديال هذا العمل. حيت ملي وصلت للمدينة كأي براني، الناس ما كيقبلوكش ولا كيستقبلوك بواحد العين غريبة، وخصوصا ان ما عندنا الكاميرا بيناتنا ما كتخليش الناس يقربوا ولا كينفتحوا لي. عن طريق دار الوان والناس ديال دار الوان ولاد المدينة، بدينا بشوية بشوية كنشوفوا العمل اللي ممكن نرخو به الابواب ديال المدينه. فبدينا كنتساراو وكنصوروا الناس، والناس بداو كيشرحوا لنا على هاد المشاكل ديالهم، وشفنا انه هاد الابواب عندها واحد لي سامبوليك، واحد الرموز اللي ماشي كلشي كيفهمها. واحد البوابه، واحد الفتحه الباب، واحد الرمز ديال الحديد، واحد السنه خارجه وسنه داخله. هاد لي سامبوليك، هاد الوصف، هاد لي ديتاي ديال الباب، بشويه بشويه بدينا كنعرفوا ان عندها اسرار وعندها معاني. فهادشي اللي خلانا نمشيو نقلبوا على هذا الباب ونشوفوا. فبالتالي بدات الرحله ديال عامين ديال التصوير ديال هاد البيبان توثيقهم كاملين. اليوم المعرض كان فيه 30 باب، ولكن الصور اللي عندنا عندي تقريبا فيهم شي 320 باب. تقريبا جميع ابواب البيوت ديال المدينه عندي موثقه، وهادشي كامل للتوثيق للاجيال القادمه، حيت انا عارف ومتاكد انه ولادي ما غيلقاوش هاد البيبان ضروري. اللي كان شفناهم غير العام اللي فات، اليوم ما كاينينش. Thank you.
المعرض مستمر حتى 22 في شهر 2، ومرحبا بكم كاملين في فندق ديوان الرباط، لا غالري مفتوحه في جهه الجميع. مرحبا بكم، نشوفكم ان شاء الله.